بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نطرقوا لكيفية تحميل استدعاء الامتحان الوطني أو الجهوي 2023. دونك أول حاجة خصنا نفرقوا بين نوع المترشحين. دونك كاين مترشح متمدرس اللي هو تنتمي لواحد المؤسسة تعليمية معينة، وكاين مترشح حر اللي كيترشح في واحد المديرية ولا واحد الإقليم في المملكة المغربية. وبالنسبة للمترشح المتمدرس يقدر دونك يحصل على الاستدعاء ديالو ليجتاز امتحان إما الجهوي أو الوطني 2023، إما من عند المؤسسة الأصلية فين تيقرا، ولا من المديرية الإقليمية اللي تابعة لهاد المؤسسة، ولا عبر البريد الإلكتروني. دونك هادو هما ثلاثة الطرق اللي يقدر يحصل بهم على الاستدعاء ديالو، على حسب الإمكانيات وعلى حسب الظروف الشخصية ديالو. بالنسبة للمترشح الحر الحصول على الاستدعاء، دونك عنده حتى هو ثلاثة ديال لي ميثود. دونك سواء من عند المديرية الإقليمية فين وضع الترشيح ديالو، إما عبر البريد العادي، غير هو ماشي كلشي. دونك كاين بعض المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية اللي كترسل، حيت ما نساوش أن المترشح الحر ملي تيوضع الملف ديالو تيكون فيه مجموعة ديال الوثائق، ومن بين هذه الوثائق الأظرفة اللي من خلالها دونك المديرية الإقليمية تتواصل مع المترشح. غير هي ماشي جميع المديريات تعطيو هاد تيرسلو عبر البريد العادي، وكاين البريد الإلكتروني. بالنسبة للبريد الإلكتروني دونك يجب الحصول على كلمة المرور من المديرية الإقليمية. في حالة ما المترشح ما توصلش واحد 4-3 جوغ افون ليكزاما، دونك اوبليغاتوارمون خصو يمشي للمديرية الإقليمية باش ياخد الاستدعاء. حالة ما لا قدر الله كان واحد العذر ما قدرتيش تاخد هذيك الاستدعاء، في يوم الامتحان فو سو بريزونتي خصنا نمشي بالوثيقة التي تثبت الشخص ديالي اللي هي بطاقة التعريف الوطنية، نوريها لرئيس المركز. نورمالمون رئيس المركز سيكون عنده استدعاءات جميع المترشحين، ونطلب منه باش انه يحاول دونك يعطيني الاستدعاء لانك ما توصلتيش بها. بالنسبه للبريد الالكتروني كيتكون من جوج ديال المعلومات، اولا المستعمل او بيان سكون ابي اليوزر نيم ولا لو لوغين، وهاد الكلمات المستعمل تتكون من الرمز ديال المسار، يقدر يكون اير حاله ما متمدرس او مترشح حر اللي يبغى يبقى بهذاك لو كود ديالو اللي كان فاش كان متمدرس، ولا يقدر يكون لو زيد اللي هو تتعطى كرمز ل مترشحين الاحرار. كلمه السر اللي هو المود باس ولا الباسورد، اما دونك بالنسبه للمتمدرسين راه تعطيو لهم المؤسسه التعليميه ديالهم، وبالنسبه دونك الاحرار فتعطي لهم المديريه الاقليميه ولا هذاك الرمز اللي كتدخلوا به في اول تسجيل عبر البوابة ديال الكونديداتور باك ليبر. وغادي نشوفو دابا فواحد المثال كيفية تحميل هاد الاستدعاء. وغادي تكونيكتا المتصفح النافيغاتور، وهنا كاين واحد لو سيت تعليم بوان ام ا باش ندخلولو. دونك غادي نشوف، غادي نمشي نتابي في لاباغ دادغيس اوتلوك. اون فوا غادي ندخل لاوتلوك، دونك هذا هو لو ليان ديالو Outlook Live Com. دونك هذا غير اونتر بارونتيز سي ان سيرفور دو ميساجري. دونك الوزاره دونك دارت شراكه مع مايكروسوفت باش دار واحد لو سيرفور دو ميساجري اللي من خلاله نقدروا نتواصلوا مع جميع المتدخلين في الشان التربوي والتعليمي. دونك الا تابيتي اوتلوك في جوجل، لو بروميير ليان اللي غادي تحصلوا عليه هو https://outlooklive.com. دونك كيف قلنا هذا يغوبريزونت ان سيرفور دو ميساجري. دونك غادي ندخلو له، وهنا يعطينا هاد الشاشه هادي اللي من خلالها نقدروا نديرو اون كونيكسيون باش ندخلو لا بواط ايميل ديالنا اللي فيها نورمالمون الوزاره كترسل لينا الاستدعاء والنتائج بعد البكالوريا وبعد الشياز الامتحان. دونك جو كليك سور كونيكسيون، وهنا غادي يطلب مني اسم المستعمل، دونك سي سكو نابيل ايميل او بيان لو تيليفون. دونك غادي ناخد كيف قلنا كيتكون من
رمز مسار إذا كان زاد سيتادير هذا الرمز تحت الأحرار اللي كان لو إر إما متمدرس أو حر وحافظ على الرمز اللي كان عنده من قبل. تمشي للصفحة الثانية غادي يطلب مني دونك لو مود باس دونك إلا عطاني هاد لو ميساج هذا سيتادير بأن دونك هو عرف ديجا لو كونديدا راه كاين هنايا ولكن المشكل اللي عطاني دابا هو لو كونت ني با اكتيفي. Alors, dans ce cas, on va déjà saisir le mot de passe, donc on a de la chiralat à tenir. On a donc tisbihin, on a le mot de passe très d'abord la cibar. المرحلة الثانية دونك هو لو سيرفور دو ميساجري يطلب منا مجموعة ديال المعطيات بوغ سيكوريزي لو كونت. يقدر يطلب منك مثلا رقم الهاتف باش يرسل لك واحد لو كونت كيف تلقاو في فيسبوك ولا لي زوطخ سيرفيس سور لو نت. يقدر يطلب منك ان اوتر سي فولي ان اوتر كونت ولا ان اوتر ادريس. دونك جو كليك سور سويفون. دونك هادي غتكون هاد العملية هادي كدار بالنسبة للواحد اللي اول مرة غادي يدخل لو كونت اوتلوك ديالو. بالنسبه اللي ديجا داخلين لو كونت اوتلوك ديالهم دونك اوتوماتيكمون غادي يمشيو ل لا بارتي دي ميساجري اللي كيوصلوهم باش يحاولوا يديروا التحميل ديال الاستدعاء اللي هو لوبجيكتيف ديال هاد لا فيديو اللي كنتقاسمو معكم. دونك جو كليك سور سويفون وهنا غادي يطلب مني دونك طريقه بور سيكوريزي دونك لاكسي ا مون كونت. هنا الى لاحظتوا دونك من قبل كان تيطلب دي سكون ابيل دي كيسيون دو سيكوريتي. مثلا انت تختار فين تزاديتي شنو لو نون ديالك لا بروميير ايكول كو زافي ايتودي. هنا دونك تيطلب منا باش نختاروا رقم باش نعطيو واحد رقم الهاتف. اما غادي يرسل لينا لو كود باغ اس ام اس اما غادي يرسل لينا لو كود باغ ابيل. دونك غادي نخلي باغ اس ام اس جو كليك سور سويفون. غادي يعطينا واحد لو كاتشا باش يتاكد كي ساجي با دونك دان روبو. دونك اي بور موا بي بي 5 لو جي دونك دبليو اتش اس. دونك اون فوا غادي ندير اونفويي جو كوا انا با درت شي خطا في لو كاتشا دونك كا ام كا بارفوا تيكون هاد المشكل هذا ديال لو كاتشا دونك خصنا غير نصبرو باش نسيزيو لي زانفورماسيون اكزاكت. هنا عطاني 5 ان ان اي في اي بي كا. دونك هنا تنتظر الكود يوصلني. دونك الكود فيان داريفي دونك سي 418 pour mon cas, 418, 248. Donc il a 15 hash, automatiquement, il va nous rediriger vers la page. Donc il y a le message à aura le code de l'arsenal que le SMS sera, il est correct. Une fois je clique sur le suivant, je termine. On a donc à dégouler que... À chaque fois donc je change maintenant la machine automatiquement il va arriver à cette donc à derrière la page précédente on clique sur le compte Diana on a automatiquement il va nous rediriger vers la page principale Diana la messagerie Diana liée à Outlook qui fait partie de notre serveur Tialim.ma les fait un cadre de retour Diana Sida نقدروا نديروا التحميل ديال النتائج ديال الشياز امتحان الجهوي او الوطني. دونك بوتيتر بور لا بروميير فوا سا اي فا بروندر دو طون بيسكو غادي تيدير لا كونفيغوراسيون دو باراميتراج ديال لو كونت ديالكم.
une fois qu'il est connecté, غادي وهنا كيف قلنا لو سيرفر دو ميساجري دونك غيدينا الميلينغ ديالنا باش نشوفو دونك باش نقدرو نديرو التحميل ديال دونك هنا معطانا جو في اكشواليزي اون كليكون سور انتري في اليو ار ال On a automatiquement fait le serveur de messagerie. Donc, on a dit le compagnon Gmail et d'autres serveurs de messagerie en général. Il est censé donc afficher les informations. Donc, on a la connexion. On a l'élément de sécurité qu'on vient de. Alors, je refais l'opération. On a dit l'amélia. J'arrête carrément celui-là. Le compte il est déjà activé, donc le paramètre de sécurité il est déjà là. Bah, du coup, ce qui reste, voilà. Donc il faut attendre l'heure. Fabitelli, Katlahdou, Adawa le serveur de messagerie, le mailing DNA. On a donc Adawa le mail, Mland Wizarat Tarbiya Al-Watania. اللي غادي يكون فيه الصداع ديالنا اللي غادي تيليشارجي فورما بي دي اف اي بي اون فالامبريمي وخصنا نديو معانا لو جور ديكزام في نفس البوابه بنفس الطريقه يمكننا ندخلو باش نحصلو على النتائج ديال الامتحان الجهوي الوطني. الفيديو ديالنا توصل للنهايه ديالو دونك تنتمنى دونك حد سعيد للجميع. اللي عنده شي كيسيون نيزيتي با دلي بوزي جوست ان با دو لا فيديو. احنا ان شاء الله هنا باش نعطيكم جميع المعلومات اللازمة لاجتياز امتحان في احسن الظروف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.